السلام، مرحبا بكم في قناتي. بيانفوني سور ما شان. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نودكم ناحي وحيره في هذا البرد، شوربه لوبيا بالكرعين تاع البقري بنه لا تقاوم. ايا تبعوني كوزينه نطيبوها مع بعضنا كيف كيف. السلام السلام، وكما شفتوا الطبق تاعنا نبداوه. عندي لي ميزوغ تاعنا، عندي كرعين تاع البقري ها موراهم. ما جي بخي دو مورسو، هو يبيعهم شوطين وانا زدت عاود حكيتهم مليح، درت لهم شويه ما وخل باش نحيد هذاك الدم تاعهم باش ما يلقوليش في البرمه، وخليتهم دو كوتي. ديروا واش حبيتوا، من طرف ديروا طرفه. عندي هنا درسه، عندي الحار هذا شمخته في الماء فلفل دريز، ودرت هنا 10 حبيبات ثوم راس، راحوا لي 10 راهو. عندي معاهم ملح وفلفل اكحل، كمون وفلفل عكري. عندي مغرفه تاع كونسونطري طوماتي صغيره، وعندي ورقه رند. ورقه رند تعطي بنه ومام طون تنحي لي غاز تاع اللوبيا. دوك نبداو. انا اول حاجه نديرها هي شوفوا انني ما نحطلوش بزاف الملح، شوفوني ما نحطش بزاف في الملح، نحطو بلوس في الدرسه باش ندرس برك الثوم هذا ما كان، وبعد كي يدخلها الطياب والطيب ندوق مسوسة ولا لا، بس كنت تكثروا الملح ما طيب لكمش. الو نبداو ندرسو الثوم تاعنا هو الاول، والفلفل دريس ولا فلفل حار هذا واحد باش يعيط له. شوفوا راني درستو، نجي نحطو في الكوكوطه. درت الزيت بيان سور، هذه دوك نشللها شويه ماء نحطو معاه باش ما ينحرقناش كي يحطوه في القله. هاهي شوفوا شللتو، وغادي نحطها غير يبدا يتقلالي غير شويه، نرمي هذوك الكرعين. شوفي هاو بدا يتقللنا، نجي نحط تاوعي هادو. بسم الله، ونزيدو نحطو لي زيبيس تاوعنا. قلنا كمون فلفل عكري وفلفل اكحل، ملح درناه ديجا هكا، خليهم يتقلاو بيان سور. مفرشت كاع الدنيا، نزيدلو لا طوماط كونسونطخي، لازم تحطوها تتقلى معاه شوية هكذا. شوفو راني حاهو تقلى، ماكم تشوفو انا اللوبيا كنت حطيتها تغلي شويه باسكو ما كانتش، كان مازال ما جازوش عليها 12 ساعه. ها هي وراهي نصبها بها بماها. بسم الله هكذا، نجي نرمي الورقه تاع الرند. شوفوا انا نخليها تغلي شويه، هذه اون غير ليكستري مع بعضاهم، ومن بعد نعاود نولي باش نمرقها. هاي غليت لي، نجي نبدا نمرق. واش نسحق انا الماء، حبها خاطره ولا مو، نغلق عليها ونعسوها بعد في الطياب. تلقاو كي تشوفوها واجده. بون شوفوا وليت بعد ما طيبنا اللوبيا تاعنا لي بالكراوة تاع البكري، وسقيتها زينتها بشويه هريسه، كنت شوفوا نقطيت الحمر هادو ورشيت عليها رشه كمون، ما ننساولهاش الخل بيان سور، سورتو لي يحبوها بالخل. اون غوسيت تري تري فاسيل في هذا البرد، زين بنينه تاع تغماس بخبز الله الله. ان شاء الله يا ربي نكون افدتكم ولو القليل، وعجبتكم الوصفه والتدبير اليوم. ان شاء الله نتلاقاو ربي في وصفات اخرى. بيان سور تنساوش دي لايك دي كومونتير، بارطاجي لا فيديو. احبكم في الله.